تخلق لتكون حرة، لأن الله في أرضه استعمرها فستبقى دائما هي ملكه. فلا تحزن لفقدك، فغناك عند العالم هو حفلك. وأقول لك حلمك جم حلمك جم حلمك، فلا تيأس، فربما الغد أجمل. وأجمل دائما للعالم أنك الأفضل. دابا غير قول لي بغيت نبدا، واش من هنا ولا من هنا جامب جامب جامب، ولا من هنا احسن ياك، من هنا لا من هنا انا عارف من هنا، ولا من هنا ياك من هنا، لا من هنا انا عارف كون باغي هنا، من هنا من الكارتين قال، ولا من هنا ياك، لا من هنا لا انا عارف من هنا ياك من هنا، ولا من هنا ياك هنا عندنا شوانز، من هنا ياك من اكبر طوبوكو في العالم ياك، لا هنا تادي مزيان، لا عاجي لهم شي مشولي عاجي مشولي، من هنا ياك الذي الدري الصغار ياك جو بلاصه اخرى، لا من هنا جاي، لا من هنا من هنا احسن كاع ياك، لا مدومن هنا ولا مشيو بلاصه اخرى، يلا مدومن هنا ولا مشيو بلاصه اخرى، مشيو بلاصه اخرى مدومن هنا ياك هنا احسن عيش، مداوم الدري الله يحفظك، يلا نرجعو بلاصه اخرى، ولا مدوم سكرين بارك ياك ديال الخلعه بداو منه، مشيو شوفو بلاصه اخرى، مدومن هذيك، لا مشيو شوفو واحده اخرى سناو، ونبداو من هنا بداو بلاصه، نبداو من هنا نشوف بلاصه اخرى، مشاو بلاصه، نبداو من جهه الويستن، ويستن، ولا نبداو من جهه اخرى، ولا نبداو من هنا النمر الابيض، ولا نبداو من هنا ولا نبداو من هنا، نبداو من هنا، انا جيت الوسط عزلو نتوما ملي بغيتو نبدا، ها اللي بغيتو نبدا من الوسط، واش نبداو كاع حنا من والله تعيت، نبداو من هنا ولا نمشيو نلعبو كاع، مشاو نلعبو بلا شك الخوت، عرفتوني فين كاين انا دابا، كاين في اكبر مدينه ملاهي وافضل مدينه ملاهي كاين حاليا في اسيا، وهي الثالثه عالميا سان واي لاغون تي بيرامي سان واي. الفيديو بخاطر الناس ديال سنديباد اللي داروا لنا كما قالوا في التلفازه، قلنا واحد المشروع بيقدروه تقدر 330 مليار درهم، فهموا عادي درتو الناس كفاسه الناس، وواحد الحمار واحد تعديتو عليه مسكين جبتوه من تما، شو الناس فين واصله، شو الناس هاد النقد راه ما كنقطو الا باش تعرفوا النيفو ديال مدينه، كنقولوا مدينه الملاهي وماشي خلا ديال الملاهي، حتى ديك خلا ديال الملاهي درتو لنا مساحه شاسعه فيها شي جبقرات وشي لعيبات كتكتبوا على عباد الله، ماشي مشكل تقعد تشوف سان واي لاغون كيدير شي حاجه الخيال، داكشي اللي وريتكم في لانترودكسيون هذاك ما الا غير واحد شويه ديال بزاف داكشي اللي كاين هنا، عيش بزاف وعرقت، دابا غنمشي نهز الكو برو باش نمشيو نديرو داكشي اللي كاين هنا ديال لي جو اللي كاينين، بقاو معانا ما تمشيوش بعيد، لادرينالين غادي نطلعو عاوتاني اليوم في هاد الفيديو هادي، تفرجوا الا عجبتكم الفيديو بارطاجيو مع صحابكم يشوفو هادشي، دير جيم لاباس في فيسبوك، تابوني في لاشين ديال يوتيوب ما تخسر والو ولا تابونيتي، نشوفوكم في الفيديو اللي جاي في الكو برو، ما تمشيوش بعيد. واش الخوت معكم دابا في الكارتينغ، غادي نتحركوا الكارتينغ ديال الكار، ها هي السياره العجيبه ديالي اسمها فورال، up on the housetop reindeer paws out on
صراحة بغيت نبدأ ما عارفش مين غنبدأ، بغيت نسالي الفلوق ما عارفش مين غنسالي حاليا. الله ما فهمت بالله، فجبت على البداية سندباد، قلت سندباد العيبات كاين واحد النقد اللي سميتو نقد بناء. نقد بناء علاش؟ حيت نورمالمون داكشي كيدار من فلوسنا، مجلس المدينة اللي داير داك بروجي، فاش كتقول لي مجلس المدينة هو اللي داير داك بروجي مخلصينو الضرائب ديالنا. نورمالمون انا كنعرف بزاف من الناس باغ اكزومبل منهم انا كنبغي نسافروا في الصيف كنلقى الشمال باغ اكزومبل الاغلبيه كتمشي الشمال اكادير، الواحد الوجوه اللي معروفين بزاف في الشمال واكادير. نورمالمون انا غنمشي الشمال، كلشي كيعرف اننا نمشي كيفاش كنمشيو الشمال، كنخسروا جبال فلوس في الخوال خاوي. علاش؟ كتمشي لك في الكرا، كتمشي لك في الماكله، الماكله حضر البحر ما تبقاش تحط يدك. كنقول لك شي حوايج اللي كيخسروا بهم فلوس، نعرفوا الناس اللي كيدير جميع لي فاكسي بيتي فيما مشيتي فيما مشيتي. فاش كتقول مدينة ملاهي تقدر ما تخرجش منها صاحبي في سيمانه، وانت كتلعب وما تقدر ما تساليهاش. هنا كنرجع للمشكل كما كنقول لكم في السفر، فلوس اللي كنخسروا من التهابط، وانت كتخسر تخسر فلوس طاكسيات، الكرا، الماكله، كنقول لك الماكله حدا البحر ما يمكنش، الباراسول، الرمله، حوايج كيتشفروا، ماشي حوايج اللي ما كيدخلوش الراس نهائيا، ما كيخليوك كاع انك تدوز تدوز صيف حتى تخاطر، كتدوز وانت مكرفص. الناس كتجي لهذا كنصح عباد اللي كتسافر في الصيف، وبخصوص العائلات، العائلات داكشي اللي كيطلع لك السيد السيد ولا السيده فاش كدي ولادك بداك الثمن، تقدر تجي لهاد البلايص، هاد البلايص تقدر تجي. وانا مستعد نعاونك في بروغرام، بروغرام نحطو لك كيف ما بغيتي، بالاثمنه اللي نوريك ملي غدير بزاف د الحوايج باثمنه اللي مزيانه مزيانه بزاف. لان علاش ولادك فاش غتجيهم من البلاصه هادي وغادي يشوفوا باغ اكزومبل هاد القناه هادو غيشوفوا ما يبقاوش باغيين لك حاجه اخرى، اولا ضربوا هذه مره في العام صافي بخير، ما خصهم يبغيش يبقى يخرج لكاع شي بلاصه اخرى. لان اي حاجه دابا كنقول لك بغيت شي بروغرام ما كيساليش اصلا. شوف شو هنا، شو هنا، ها انت هنا تاكيو، شو الناس هنا استقبال كيدير لي طوبون كون كتشوفو موندو المائية اللي هي هنا داكشي. لهذا نرجعو للموضوع ديال سنديباد، كيف قلت سنديباد؟ سنديباد مساحة كبيرة قديرة بثمانين للأثمنة الخيالية اللي كنسمعو، اللي ما كي أصلا ما كيقدرش يستوعب الشعب المغربي، عمرو عرف حتى شناهي ديك الأثمنة بعدا، ما يقدر ب 8 مليار درهم، ما حتى لو شيفخ ما كتقدرش تكملو بفمك أصلا. ما في بالنسبة للأثمنة هادو كيجي مجلس المدينة كيحط لك بروجي بحال هذا كتجي فرحان، سي بون هما دارولينا فين غادي متنفس، كتجي كتشوف اش كتلقى فيه. دخلوا الناس لقاو سكة وحدة حديقة حيوان، سال الفيلم ثمن ما عرفتش الثمن شحال باش من ظلمت واحد، هذا الثمن ديالو الخوت تقريبا ديال واحد تقريبا واحد 350 درهم مغربية كيوصل حتى 400 درهم، 400 درهم في اكسي تولي جو كيف ما بغيتي تلعب في ما حبيتي، 400 درهم ديال اي حاجة. كيعطيوك هذا البادج، هذا البادج هذا شفيه هي ال جيمز كما كتشوفوا كبير كبير لواحد الدرجه ما كتصورش. نوقفوا هنا باش نهضروا شويه، حتى صراحه كتحقد كتحقد فاش كتشوف هاد العيبات وكتبغيهم يكونوا اصلا في بلادك. علاش كتبغيهم يكونوا في بلادك؟ حتى عدني كيفاش نديروا لهم هنا باغ اكزومبل بعوض ما غنبقى خسرنا فلوس بهذا الثمن كامل وهاد الاثمنه خياليه، تقدروا ديروا لنا بارك بحال هذا تخسروا عليه زباله فلوس بهذوك الاثمنه باش كتصايبوا لنا لي بارك، والشعب المغربي كله غيخلص وغيدخل، غادي لنا 400 دخله لي باك بحال هادو، الشعب المغربي غيخلص حيت كنخلصو كثر في بلايص اخرين على الخوال خاوي كما قلت لك، كنخلصو باراسول ماكله العيبات، اما فلوس مشاو وانت مكرفص، اما مشاو تو اكزومبل مشاو لعين الدياب، عين الدياب ولو حاكمين وصحاب حي حسني العنق وليتي كتمشي ليه، اما ترجع انت يرجع حوايجك اللي بغي وحده من الجوج. لي ترونسبور موفرينهم لك، موفرين لك لي زوطيل هنا، الاثمنه مناسبه لكل شيء، زعما شي الناس وصلت لواحد النيفو، هاد الناس بعدا كيطيروا لواحد القضيه ديال احسن اكبر، ما فهمتش انا هاد اللعبه دي. احنا ما عندناش، احنا عندنا اكبر مساحه، هاد الناس اكبر احسن هذوك من نهار جيت، وما كاين احسن افضل، احسن افضل، ما فهمتش، زعما هادشي كيضر في الخاطر، وكنتمنى من الناس المسؤولين، لان كاينين بزاف لي بروجي قدروا يديروا. ديروا هاد لي بروجي كيتصايبوا باش دير سومي ايطا وسومي بريفي، هاد سومي ايطا باغ اكزومبل ليطا كتكلف غير الارض، الدوله كتعطي الارض كتعطي البروجي، كينوضوا البريفي هما الناس اللي مسؤولين اللي كيجيبوا لك الماتيريال وكانصاليو لك داكشي، كتعطيهم واحد المده استغلال وخدموا لنا شي حاجه مزيانه اللي غتفيدنا، ما نبقاوش نخرجوا من البلاد. حيت نورمالمون انا ما نقدر ما نبقى ندوز عام هنا، ما عنديش مشكل،
غنجي غنبقى داخل خارج عشمينة مناسبة وغنصح الدراري اللي بلاص ديالي اللي بلاص ديالي وكل شيء. نورمالمون الناس اللي باغا تجي هنا راه ديك الشيء ربع ثمينة اللي تقدر ما تخيلهمش دماغك. الو لوبجيكتيف كما كنقول لك كاع الفيديوهات ما تكبروش، عمر لوبجيكتيف تكبروا في دماغك لديك الدرجة حتى يكون لي اعجاز. لا بالعكس، الفلوس اللي كتخسر في المغرب تقدر 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 تجمعها ودير شي حاجة أحسن، حيت كنشوف الناس اش كتخسر. نتمنى لا فيديو اخو تكون عجباتكم، حيت الصراحة فاش كيسالي النهار كتمرض كتحاول أنك تستمتع لعيبة، ولكن كيفاش كتعرف اش من ورا داك الشيء راه ما يمكنش. الناس كتشوف الشعب ديالها كتشوف عباد الله خدامة، كنتمناو من المسؤولين عاوتاني كنقولوا أنهم يتحركوا، الشعب المغربي راه قادر أنه يخلص هاد الشيء. إلا كان شي حاجة بحال هادشي اللي كدير نورمالمون باش تكمل هذا كما قلت لك خصك واحد السيمانة بعد اللي بغيتي تكمل المصيف. بركان ديري لك روينة كما شفتو في الفيديو لي زاكتيفيتي اللي كاينين ما كيساليوش ما كيساليوش، قمة 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 الاستمتاع. أخ أكثر حاجة تقدر تستمتع بها في حياتك هو هادشي. الناس وصلوا لواحد النيفو خطير. نتمنى لا فيديو تكون عجباتكم، دير من عجباتك لا فيديو، دير جيم لاباج في فيسبوك، تابونا سيغ لاشين يوتيوب باش تدعمونا أننا نزيدو قدام، باش أننا نبقاو مكملين في هادشي اللي بغيتو تشوفو هادشي. مستعد أي واحد نعطيه بروغرام نقاد ليه الأمور ديالو، أي حاجة خصاتك ما تردش أنك تسأل. راجل كبير عائلة دري صغير اللي كان مرحبا مرحبا، حتى التجربة أنا اللي كنعيش أنا ما غنتسناش أنني هادشي غندير بيه فلوس ولا شي حاجة. بالعكس الحمد لله وصلت داكشي اللي بغيت، باقيش أنت، أنا بغيتك أنت، أنا لوبجيكتيف ديال هادشي كامل هو أنت. أنت أنت أش غادي دير بهادشي؟ أنت واش غتوصل لهادشي اللي وصلت ليه ولا لا؟ لانه ما يجيكش واحد الحاجه اعجازيه، اي معلومه خصاتك مرحبا. ما كرهتش بزاف المغاربه حاليا، تقريبا المغربي الوحيد اللي كيدور في هذا الشيء، ما تلاقيش مع حتى شي مغربي. المهم تنتمنى 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 الصراحه من فوق قلبي ان بنادم يجي لهاد البلايص هادو، واي مساعده حتى شي مرحبا على الراس والعين. وكما قلت لك واحد القضيه بغيت نقولها مؤخرا، حيت كنشوف عدد ديال اللي في طالع في لي فيديو كتصل واحد 2000 3000 في الفيديو الاولين، مي لي سبسكرايب ولي جيم كتلقى داكشي قليل. هذا غير واحد القضيه ديال المغرب نوصل لواحد الناس ديال ان حتى عندي 5000 امي تقريبا في فيسبوك، واخر شهر كنعرف بزاف بنادم في الحياه العاديه، فهمتيني؟ وانا عارف ان بنادم بزاف كيتفرج، ولكن قليل اللي كيدير جيم اي باش. انا ما عنديش مشكل في هادشي كامل، حيت كما قلت لك لوبجيكتيف ديالي وصلت ليه الحمد لله الحمد لله باذن الله. وما تسناش مني انني غندير لك بحال الفيديوهات الاخرين داكشي ديال العرا وداكشي ديال هذاك باش نطلع عليه لايك ونطلع عليه فيو، لا عمرني غنوصل. حيت كيقول الله سبحانه وتعالى هو اللي الحمد لله ميسر لي في الطريق ديالي، ومآمن ان الله سبحانه وتعالى هو الرفيق الوحيد من بعد والديك ومن بعد اي واحد. لهذاك خص مادام خص الله يكون راضي عليا، ماشي تكون راضي عليا انت بجام والعيبات. لك شي بغيت دير جام غديرها على الريضه بداكشي اللي كتشوف، ما غنديرش شي حاجه خايبه باش تصلح. حتى سهله مشيت لواحد البلايص اللي يقدر لوح فيديو العيبات غندير البوز ديال بصح غنفر كاع، لا عمرك غتسنى مني داكشي، عمرني غنديرو. حيت اصلا ما تربيتش على داكشي وما نوصلش داكشي، وداكشي ماشي هو لوبجيكتيف ديالي اصلا، باش الله سبحانه وتعالى يبقى راضي عليا هو الاول. بغيت جيم ديال الله هي الاول، ما بغيتش جيم ديال شي واحد اخر. الا كنتي باغي دير سبسكرايب جيم داكشي كي كما قلت لك، غير باش تعرف انه غيستافد داكشي ما غيمشيش في الخوا. كما قلت لك الخوجي ديالي الحمد لله انا وصلت داكشي اللي بغيت نوصل ليه. نتمنى 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 من كل قلب، انا اكثر حاجه عندي هو بنادم يدير هادشي ومساعد نعاون اي واحد خصته اي حاجه. ما نطولش عليكم شويه خوت، لا عجبتكم لا فيديو كما كنقول لك دير جيم، ما عجبتكش دير اللي بغيت. المهم تهلاو في راسكم، كنبغيكم كاملين كاملين كاملين، ونتمنى اي واحد التوفيق في حياته، ونتمنى تكون موتيفي موتيفي بزاف. تهلاو في راسكم، تلاقاو في فيديو ولا عرفتوا شنو ما سال لا فيديو لا والو. غنساليو بهاد البلاصه الواعره اللي بغيت نقول باخر جمله، رحم الله عبدا عمل عملا فاتقنه. ديروه في بالكم، هادي بغيت كاع المسؤولين المغاربه يديروه في بالكم. ودابا نبداو من هنا، لا صافي غنساليو من هنا. الدراري تهلاو في راسكم، ديروا جامد الزواج.